ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. حدثنا الله عز وجل في محكم تنزيله عن مدينة عظيمة، مدينة قوم عاد، إرم ذات العماد. وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أنها كانت توجد في الأحقاف، والأحقاف جمع حقف، وهي المناطق العالية الكثيفة من الرمل، ولكن لم يحدد موقعها، بل أعطى ملامح عنها لقوله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وحاول بعض المؤرخين المسلمين من ورود لفظ الأحقاف في هذه الآية القرآنية الكريمة تحديد موقع إرم ذات العماد، فقال المؤرخ ابن كثير في البداية والنهاية: إن قوم عاد كانوا من العرب، وكانوا يسكنون بالأحقاف بين حضرموت وعمان، وكانوا يعيشون تحت الخيام ذوات الأعمدة الضخام. وأورد المؤرخ ياقوت الحموي الخبر مفصلا في معجم البلدان: إرم ذات العماد كانت باليمن بين حضرموت وصنعاء، بناها شداد بن عاد، وكان شداد ملكا جبارا، ولما سمع بالجنة وما أعد الله لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، أراد أن يبني مدينة يضاهي بها الجنة، فأمر أعوانه أن يختاروا لها مكانا مناسبا، وأغدق عليهم الأموال وأمرهم بجمع ما في البلاد من الذهب والفضة والجواهر الكريمة، وجعل فيها العمد الطوال، وأجرى فيها الأنهار، وجعل أشجارها من الذهب وثمرها من الياقوت، وبنى فيها 300,000 قصر، وبنى لنفسه قصرا منيفا عاليا، فجاءت المدينة أعجوبة لا نظير لها في البلاد. ويقول أغلب المفسرين إن قوم عاد كانوا عمالقة عبدوا الأصنام وطغوا في الأرض، فأرسل الله إليهم هودا عليه السلام ليهديهم إلى طريق الحق، فأبوا واستكبروا وكذبوه وتمادوا في طغيانهم. إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. فسلط الله جل جلاله عليهم عذابه الأليم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلكت عاد بالدبور. والدبور ريح باردة تهب من الغرب، سلطها الله على قوم عاد 7 ليال و8 أيام متتابعة فأهلكتهم، وطمرت العاصفة الرملية العاتية مدينتهم العظيمة.
ووصف الله سبحانه وتعالى قوة الريح التي سلطها عليهم بأن جعلتهم كأصول النخل الخربة المتآكلة الأجواف. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال 8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.